اهلا بيكم في حلقه جديده من كتاب عن السريع، والنهارده هنتكلم عن كتاب طالبان جند الله في المعركه الغلط للكاتب الكبير الاستاذ فهمي هويدي. ليه بنتكلم عن الكتاب ده؟ لان في فعلا زلزال بيحصل دلوقتي لوصول طالبان الى سده الحكم والى القصر الرئاسي في العاصمه الافغانيه كابول. ايه اللي يا ترى اللي ممكن يترتب على الكلام ده، وايه علاقتنا احنا كشباب بالقصه دي كلها، وليه بتتكلم معانا في الشكل ده؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقه النهارده. طالبان موجوده من بعد سقوط الملكيه في افغانستان، ومع وجود محاولات كتير جدا للسيطره على افغانستان رغم وعوره التضاريس اللي فيها من الجبال والمقاتلين الشرسين الموجودين فيها، ولكن كتير من المحاولات للسيطرة عليها. وقت أن كانت بريطانيا العظمى مسيطرة على كتير من الدول في العالم، كان المكان الوحيد اللي أبيد فيه جيش لإنجلترا بالكامل كان في أفغانستان على يد المقاتلين الأفغان. مع سقوط الملكية ودخول روسيا لمعركة الأفغان ومحاولة السيطرة على أفغانستان، ايضا اهين الروس في هذه المعركة ولم تثبت لهم قدم. مفترض ان احنا بنتكلم في التاريخ على حاجتين، لو بصينا للماضي هنتعلم دروس للحاضر، ونبص دايما على الخريطة. ناخد الجزء الاول، برغم ان احنا بنقول نبص للماضي، ولكن ما يحدث اليوم يثبت انه لا احد ينظر الى الماضي مطلقا. الولايات المتحدة الامريكية بعد عقود من الوجود في افغانستان منذ مطلع التسعينيات ودعمها لطالبان، النهارده بتخرج وبتلم هدومها زي ما بنقول بالبلدي، وبتسيب البلد لاهلها بخرابها بدمارها بكل اللي حصل فيها. بتوصل طالبان لسدة الحكم، وبنقول يا جماعة نخلي بالنا دايما في اي صراع ايديولوجي او سياسي من الخريطة. افغانستان الموجودة جنب ايران وجنب باكستان وعلى مقربة من دول الاتحاد السوفيتي السابق والصين، هنا هيكون البعبع اللي جاي اللي تقدر امريكا تلاعب بيه الصين وتلاعب بيه روسيا، وبالتالي تحد من القدرة بتاعتهم الموجودة بشكل كبير جدا. ايه المخاطر اللي ممكن تحصل لما توصل حركة متشددة زي طالبان لسدة الحكم؟ اكيد هيدي قبلة الحياة لكتير من التنظيمات الإرهابية الموجودة في المنطقة زي داعش وتنظيم القاعدة والجهاد وغيرهم من الحركات المنتسبة للإسلام وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام وعن تعليمه. طالبان على سبيل المثال بتحلل وتحرم على مزاجها، في الوقت اللي بتقول الحشيش حرام عشان هو مخدرات، ولكن بتقول الأفيون حلال عشان بيدخل في صناعة الأدوية الطبية، وبتنتج تقريبا 90% من الإنتاج العالمي من الأفيون على مر أو مسمع من العالم كله. طالبان اللي شايفة ان هي بتحلل اللي هي عايزاه من سيطرة على الارض وقتل للناس واستباحة للاعراض، ولكن في الوقت نفسه بتحرم التلفزيون والسينما والمسرح والجرايد لو كتبت عكس توجه طالبان. اذا فبنتكلم عن سجن كبير جدا اسمه افغانستان، بتسيطر طالبان تقريبا على 95% من البلد، وبيسيطر 5% من القوات المعارضة على الجزء الباقي. وبرغم كده طالبان ما زالت مدعومة وبقوة حتى مع اللي انت شايفه في الوقت الحالي ومع خروج امريكا، ولكن ما زال هناك يد خفية بتدعم وجود طالبان في الحكم حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها وما اشبه الليلة بالبارحة. النهاردة بنتكلم هل ممكن يحصل صدام طائفي في افغانستان؟ بشكل كبير لا، لان الشيعة مسيطرين على 60% تقريبا من اقتصاد العاصمة، وايضا اللي بيتكلم باسم الدين في افغانستان بيسوق العجلة وبيمشي، او بالبلد بيركب الموجة ومحدش بيقدر يتكلم فيه، واحداث التاريخ هي اللي بتقول كده. فهم هويدي بياخدنا في جولة سريعة جدا قد ايه ان افغانستان دولة اتعرضت لكتير من الحركات، ولكن ما تزال طالبان هي الاشرس من الحركات الموجودة في الوقت الحالي. قدرت ان هي تمنع تعليم المرأة، ولكن لما وصل الحكم قالوا هنخليها تتعلم ولكن بقدر محدود. بيسيطر على الحركة توجهات فكرية من اهل الحديث وليس اهل الفقه، وبالتالي بياخدوا بالنص ما بياخدوش باحكام ربما تكون هي الاقرب للواقع، ومحاولة دعم المجتمع وان هو يمشي ويتعامل زي ما المفترض ان هو يكون انفتاح على العالم. الملا عمر هو المتحكم في سياقات الامور لحد وقت كبير جدا، وبالتالي كان بينتقي افراد الجماعه من اهل الثقه وبيخليهم في موضع الوزارات، سواء كان وزاره الصحه او الثقافه او الداخليه او غيره من الوزارات المهمه. وكان عنده قاعده بيقول اذا كان فاهم وعنده جزء من الفقه والعلم الشرعي اكيد هيقدر ان هو يدير هذه المؤسسه. وبالتالي تخلفت افغانستان كتير على ركب الحضاره، واصبحوا عايشين جوه العربيات المفخخه والدبابات اللي خلفتها الحرب، وعايشين عادي مع المعيز والجمال بعيدا عن كل مظاهر المدنيه والحضاره او حتى الثقافه والادب والتاريخ. دوله مفترض ان ليها تاريخ وحضاره من ايام الامام النيسابوري وغيرها من العلماء الاذاذ، ولكن ضاعت فجأة بين رحى الحرب. لهنا بنقول عزيزي الشاب وعزيزات الشابة، ما تنخدعش بأي حد بيكلمك باسم الدين ولا أي حد بيقولك نصرة الإسلام ولا الجهاد،
لان لو رجعنا لفترة السبعينيات دعم الافغان كان جهاد وكانت الناس بتشيد به زي ما بيسموه، انما دلوقتي اصبح بيسموه ارهاب، وهنا المصطلحات بتتغير على حسب السياسة والقادة الموجودين. لا تنخرط في اي تنظيم فكري او ارهابي، وخليك محافظ على راحتك النفسية وسلامتك من كل اللي بيحصل. شكرا لكم، واتمنى ما كنش ضيعت وقتكم، واتمنى ترجعوا لكتاب فهمي هويدي طالبان جند الله في المعركة الغلط، علشان هتستفيدوا كمية كبيرة جدا من المعلومات. كنت معاكم لكلمتنا رضا الشويخي، اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا شير علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من محبي الثقافة والادب اللي بنقدمهم في موقعنا. في امان الله.